السلام عليكم. زار وزير السكن والعمارة المدينة السيد محمد طارق العريبي، إذا زار مشروع المقر الجديد لوزارة السكن واللي يقع في بلدية ديال إبراهيم. إذا نشوف بأن الأشغال هذه عندها تقريبا شهرين اللي انطلقت، ونشوف التصميم اللي حاجة مليحة أنه يراعي النمط العمراني الزيري الجزائري اللي نعود نأكد عليه، هو نتيجة لتجاذبات نتاع عدة تأثيرات من الشرق والغرب، يعني من الطراز الأندلسي بالجهة الغربية وكذلك بالطراز العثماني الطراز الإسلامي. إذن عندنا الآن يعني بعد هذه التراكمات على مد العصور مد قرون، يعني الآن أصبح لدينا طراز جزائري بلمسة زيرية جزائرية منذ أن بدأ العمران على هذه الأرض الطيبة. إذن أصبح لدينا طراز جزائري نفتخر به ونوظفه في مشاريعنا، إن شاء الله يعم هذا النوع من الطراز. أترككم تتابعون ما تبقى من الفيديو. السلام عليكم.